نروح بقى لواحد من ابناء النادي الاهلي المخلصين اللي ليه دايما دور كبير جدا في انتصارات النادي الاهلي في الفتره الاخيره، وهو الكابتن سامي قمصان المدرب العام للنادي الاهلي ونجم النادي الاهلي السابق. سامي، كابتن سامي بيحتفل النهارده بعيد ميلاده. كل سنه وانت طيب يا نجم وعقبال 100 سنه. سامي كشخص الحقيقه لا يختلف عليه اثنين، كل الناس بتتكلم عن احترامه وادبه واخلاقه، فهو صاحب موهبه فنيه عاليه، و بعدما أصبح مدرب الحقيقة جمع ما بين الأخلاق الطيبة والمستوى الفني الجميل، فاستحق ما هو فيه من حب الناس. سامي قمصان أحد أعضاء الجهاز التدريبي للقلعة الحمراء المعروف باحترامه وحبه للنادي الأهلي. كل سنة وانت طيب يا سمسم، وعقبال دايما 100 سنة.